ما فيش شك طبعا، اي جايزه بتحصل عليها بتديك يعني حاله معنويه جيده لكل الناس اللي بينتموا للمنظومه، جماهير، مجلس اداره طبعا بقياده الكابتن محمود الخطيب، اللعيبه، الجهاز الفني، حتى للالعاب الاخرى، يعني للنادي ككل انه يتوج باحسن نادي في الشرق الاوسط ونادي القرن في الشرق الاوسط وسط كوكبة. امبارح طبعا شايفينها نجوم كبار جدا وأندية عريقة جدا، ريال مدريد موجود بيتكرم، رونالدو موجود بيتكرم، فيعني شرف وفخر لكل أهلاوي، مبروك طبعا. وبنشكر طبعا دولة الإمارات الشقيقة والناس المسؤولين القائمين على الموضوع الجائزة، يعني وحاجة مشرفة لينا كلنا يعني.